ليكم بخير، كلشي مزيان. كي دايرين مع هذا الجو؟ كي دايرين مع الاحوال؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. ومرحبا بكم معنا من جديد على قناتي عالم الابداع، مع وصفه جديده اللي هي كيكه كتجي زوينه بزاف ومنفوخه والبنه كتجي غزاله وما فيهاش القوام بزاف. كنتمنى ان شاء الله تتابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه ديال الكيك. بسم الله وعلى بركة الله معنا في المقادير. كيف كتشوفوا عندنا هنا كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت، زوج الخمارات، وربعة ديال البيضات، وعندنا هنا التفاح اللي مقطعينو لي طرونش صغيرين كيف كتشوفوا ما حيدلوش القشرة، ثلاثة المعالق ديال الكاكاو، الشوكولاتة، المر، وعندنا قياس جوج الكيسان ديال الفورس. غنضيفو ربعة البيضات ديالنا، غنضيفو عليهم سنيدة، غنضربوهم بالخلاط الكهربائي شوية أولا الخلاط اليدوي اللي متوفر عندك، ماشي مشكل، حيت هاد الكيك مكتبغيش يعني ضريب بزاف، ماشي جينواز باش نبقاو نضربوها حتى تولي بيضة كتلج، غي كنخلطوها شوية بس. كيف كتشوفوا معنا كيف سبق لي وقلت لكم وكيف كتشوفوا معنا ماشي غنبقاو نضربوها حتى تولي بيضاء، من بعد غنضيفوا عليها الكاس ديال الزيت ديالنا، غادي نخلطوها واحد شويه، ونزيدو ثلاثة ديال الملاعق ديال الكاكاو مع التحريك دائما. غادي نضيفو شويه ديال الطحين دقيق الفورص، غادي نخلطو دائما، ونزيدو عاوتاني شويه ديال الطحين ونخلطو حتى ما تكونش عاقده وما تكونش يعني جاريه بزاف، حرك باش ما تطلعليش ثاني الطحين، كنعاونو باش يدخل ليا. كيما شتيو معايا العجينة بدات كت يعني كتشد راسها شوية، ولكن ماشي شادة راسها بزاف يعني شوية وصافي. الطريقه اللي كندير واخا كتشوفوني ما درتش يعني شي منكه اولا شي حاجه، ما كيجيش فيها ريحه البيض نهائيا، كتجي بحال الا فيها ريحه الفان، وكنتمنى تجربوها ان شاء الله وغادي تشوفوا يعني التجربه ديالكم كيفاش غتطلع لكم هذا الكيك، وساهل.
كتحضريها للضياف في اسرع وقت. كيف كتشوفي معنا حطينا المول ديالنا اللي ديجا دهناه بالزبده، غادي نضيفوا عليه الخليط ان شاء الله باذن الله. غنحاولوا نقادوا الخليط باش يجينا متساوي، يعني ما يجيش جهه طالعه وجهه نازله. من بعد غنبداو نحطوا التفاح ديالنا بهذه الطريقه هذه، تنساليو اللطه كامله. اللي بقى لينا من قياس زوج ديال التفاحات غادي نضيفو سنيده بهذا الشكل هذا. هاد السنيده هذه اللي كتعسل لينا التفاح وكتعطيه واحد يعني واحد اللون زويون ذهبي. غادي نكونوا من قبل شعلنا الفران، الا كان عندنا ديال الضو من الفوق ومن تحت حتى يسخن مزيان غنطفيو من الفوق وغنخليوه من تحت على درجه الحراره 120. من بعد ما طابت لينا الكيك ديالنا غنقدموها لكم بالصحه والراحه. غادي ندهنوها بالنباج للتزيين فقط، اللي حاب يعني يعطيها واحد البريونس زويون ندهنوها بالنباج. غنضيفوها نشعلو ليها من التحت حتى طيب، ومن بعد يعني حتى تنفخ تسالي الطياب ديالها، عاد من بعد غنشعلو الفوق فقط غير باش يتحمر لينا داك التفاح ويعني تتحمر من الفوقيه. كيف كتشوفو كندهنوها بالنباج. من بعد ما انتهيت ودهنتها بالنباج كنقدمها بالصحة والراحة، كتجي زوينة بزاف وهائلة وصحية، يعني فيها التفاح ما فيهاش شي حوايج لي يعني كيضروا ولا. وكنتمنى ان شاء الله تتابعوني على القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، وشكرا.